معنا سيف عبد الله مراسل أورينت نيوز مباشرة من حماة. أهلا بك سيف. إذن هناك محاولة تسلل أحبطها جيش العزة لميليشيا أسد والميليشيات الإيرانية، حدثنا أكثر عن تفاصيل هذه العملية بداية سيف. نعم وسام، بالفعل يعني أعلن المكتب الإعلامي لجيش العزة عن صد محاولة تسلل للميليشيات الإيرانية على جبهة المصاصنة. طبعا هذه العملية كانت فجر اليوم بين الساعة الرابعة فجرا والساعة الخامسة. تمكن مقاتلو جيش العزة من إحباط هذه المحاولة وقتل وجرح عناصر الميليشيات المهاجمة من الميليشيات الإيرانية على هذا المحور. طبعا أيضا هذه العملية تأتي بعد عملية سابقة لجيش العزة تمكن فيها من قنص عنصرين لميليشيات النظام في نفس المنطقة. طبعا هذه العملية كانت بعد رصد لمحاولة التسلل من قبل الميليشيات الإيرانية المهاجمة. هناك قتلى وجرحى من بين صفوف الميليشيات، لم نتمكن من معرفة الإحصائية الدقيقة لعدد القتلى من هذه الميليشيات، ولكن مجموعتين كاملتين من هذه الميليشيات وقعت بين قتيل وجريح نتيجة هذه العملية وصدها من قبل جيش العزة. طبعا أيضا هذه العملية تأتي فجر اليوم بعد تصعيد مكثف من قبل ميليشيات أسد الطائفية بقصفها على المناطق والقرى في ريف حماة الشمالي، حيث شهدت ليلة أمس قصف عنيف جدا من قبل حواجز ميليشيا أسد الطائفية على قرى الأربعين والزكاة وأيضا محيط مدينة اللطامنة. طبعا دعني أبدأ من قرية الأربعين والتي تركز القصف المدفعي والصاروخي عليها بأكثر من 100 قذيفة صاروخية ومدفعية خلال ليلة الأمس. نتيجة هذه القذائف المدفعية ونتيجة هذا الاستهداف المكثف سقطت امرأة شهيدة بالإضافة إلى جرح زوجها وأيضا أبنائها، يعني عائلة كاملة جرحت وقتلت نتيجة هذا القصف، بالإضافة إلى إصابة آخرين نتيجة هذا القصف المكثف على قرية الأربعين التي تم استهدافها بأكثر من 100 قذيفة مدفعية وصاروخية، أدى إلى دمار عدد كبير من المنازل وسقوط جرحى بين صفوف المدنيين. طبعا أيضا مدينة كفرزيتا أيضا تعرضت لقصف مدفعي وقصف صاروخي مكثف من قبل هذه الحواجز بأكثر من 40 صاروخ نوع جراد، يعني طبعا قصف براجمات الصواريخ كان شديد جدا وصواريخ شديدة الانفجار نتيجة هذه الاستهدافات طوال الليلة الماضية. طبعا أيضا قامت فرق الدفاع المدني بإسعاف المصابين تحت وابل من القصف والصواريخ، وكانت هناك يعني ظروف صعبة في حالات الإسعاف نتيجة الاستهداف المتكرر والمباشر. نعم، شكرا جزيلا لك سيف العبد الله على كل هذه التفاصيل. مراسلنا كنت معنا مباشرة من حماة.